بسم الله الرحمن الرحيم. بعدا كنشكروا وليد الركراك على هذا النتيجه هذه وعلى هذا المركز هذا. عمرنا كنا كنطمحوا له، واخا كنا باغيينهم يديو ميداليات يديو المركز الثالث، ولكن حتى مركز رابع راه ما عمره شي فريق افريقي ولا فريق عربي عمل هذا الانجاز. سبب التالق ديال المنتخب الوطني هو ديك الروح ديال الوطن، وعملوا النيه في حلقه الركراك، عملوا النيه مزيانه ومشاو بخير. في الاخر ما وقعوا بعض الاخطاء، وكان دول تحكيمي تعدوا علينا الحكم سيرتو في مباراه ديال فرنسا، ولكن اللعبة كانوا رجال ولعبوا الكرة، وحتى اليوم كانوا بعض الأخطاء ديال اللعبة هي الإصابات هما اللي هرسونا، ولكن واخا هذاك تبارك الله عليهم. اللعبة في مجمل ديالهم كانوا مزيانين، باقي بعض عناصر الشابة خاصها التجربة، نصبروا عليهم راه بنينا فريق وفهمتي ما يكون غير خير إن شاء الله في المستقبل، باقي كاين الأمل. وبيبا الركراكي وتحية لولاد البلاد ديما طنجة. من ضمن الأسباب اللي خلاو الفريق يتألق هو طبعا وليد الركراكي اللي ما شاء الله عليه في ظرف شهرين قدر يكون واحد المجموعة اللي شابو لهم كاملين بدون استثناء، الا بعد واحد العناصر اللي باقي خصهم شويه ديال واحد التجربه فوالا. كذلك عندك ما تنساش ان منظمه في دوله عربيه، جمهور ما كانش عندهم غير جمهور مغربي بل جمهور تبارك الله ما شاء الله عربي، شحال من يعني ماشي غير المغرب، الدول العربيه كلها كانت كتشجع الفريق ديالنا. بالنسبه للاعبين شحال نقول لك، كانوا ما شاء الله تالقوا لعبوا مزيان. بالنسبه للماتشات اللي كانوا الاولى كانوا متصنفين نمبر 1. هاد الماتشات الاخر كنشوفوا العيا شويش على اللعابه، اصابات كثيره اللي كانوا على اللعابه اللي ما قدروش يعطيو يد باش يكملوا. وكنهضر على الاسباب اللي ما خلاتش المنتخب يكمل ونشوفوا بين الدائره الثلاثيه ديال الميداليات هو التحكيم. التحكيم اللي بصح كان ضدنا بامتياز، لا بالنسبه للماتش اللي كان ضد فرنسا جوج بينالتيات ما صفرش عليهم وتلقينا حنا كارتة صفراء بدل اننا نتلقاو بينالتي، هذا السبب الاول. وكذلك مع كرواتيا ما صفرناش بينالتي، دوماج هادشي اللي عطا الله. وبرافو لاسود الاطلس كاملين بهم كانوا رجال، وتحيه للركراكي. اسباب التالق ديال المنتخب المغربي ملي عطاو فرصه لوليد الركراكي يكون مدرب المنتخب المغربي وزرع فيهم واحد الروح الوطنيه وخلى زعما اللاعبيه مهم وصلوا حتى للفينال، وكانت احسن حاجه فرحونا ومثلوا البلاد احسن تمثيل. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يديو الكاس في 2026. وتحيه للمغرب، ومركز الرابع حتى هو احسن مركز ومزيان ديما المغرب. اول حاجه كنشكروا والد الركراكي على هذه الروح القتاليه اللي زرع في اللاعبيه، ما كانتش كاينه في الفارق مره. الاسود كنا كنشوفهم يعني كتشوف اللاعب كيجي كيلعب كيخاف عندك التضراب كيخاف عندك، فهاد المره هادي كنشوفوا الاسود لاعبين، علاش لاعبين بواحد الروح قتاليه اللي زرعها فيهم والد الركراكي. كنشكرهم هاد المباراه هذا، وصراحه الاسود كان اسود، غير شني الاخطاء التحكيميه اللي صراحه اثرت على اللاعبيه بزاف، واللعابه كانوا يعني الارهاق بدني وبزاف د الحاجات، يعني حتى اللعابه ما كانوش واثقين من راسهم انهم وصلوا لهاد المرتبه هادي. السبب الرئيسي هو الانسجام، ما كانش الانسجام مر، الانسجام والد الركراكي جا زرع واحد الثقه في اللعابه، ويعني كتشوف اللعابه يعني كيتقاتلوا بحال يتبدلوا بحال يتبدلوا تقاتلوا. واول حاجه يعني اللي ضرت اللعابه هي التحكيم، التحكيم صراحه كان ماشي من النصيب ديالنا صراحه، يعني اثار في اللعابه بزاف واللعابه بقاو بالو مع التحكيم بزاف. اسباب اخرى اصلا حنا ما كناش كنتسناو باش نكونوا في المركز الرابع، يعني هادشي هذا راه بزاف، يعني المغرب بزاف يعني الناس ما كانوش كيعرفوا المغرب شنو هو، دابا المغرب تعرف وبزاف الحاجات. وكنشكر والد الركراكي، والاسود كانوا اسود بمعنى الكلمه. الاسباب اللي خلاو المنتخب يتالقوا في هذا كاس العالم في هذا الموسم هذا، عندك الركراكي راس لافوكا عرف كيفاش يختار، عندك ملاعبيه حتى هما يعني اللعب ديالهم مزيون عرفوا يلعبوا عرفوا يعملوا كل شيء. حتى الجمهور المغربي عرف كيفاش يشجع، ماشي غير في قطر، في المغرب، في دول اخرين اوروبيه، اسبانيا، بلجيكا، كل شيء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.